ناجي بيه. اهلا وسهلا ناجي بيه. مساء الخير عم زياد. مساء الخير يا ناجي بيه، تفضلوا يا جماعه. معلش طبنا عليك كده زي القدر مستعجل، اتعشى من الحاج فاطمه تكون شرحت لك الموقف. اما تقولش كده يا ناجي بيه، البيت بيتكم. ما تاخذونيش يا جماعه، الاولاد برا بس انتم ببيتكم، يعني اللي بيحب ياكل اشي او يشرب اشي يتفضل، المطبخ هناك. اجعله عامر ابو زياد. تسلم يا ناجي بيه، تسلم. انا داخل اعمل شاي، حد عايز شاي؟ يلا روح. ايه يا ابطال، هتضلوا واقفين كده؟ ايه لا، يلا غيروا ملابسكو، الغرف فوق بالطابق الثاني، وكل واحد يلبس الجلابيه يلي على قده، اعتبروا حالكو ببيتكو، انا عندي شباب زيكو، الله يخليكو ويديمكو. تفضلوا. يا أهلا وسهلا بيكو، اتفضل ناجي بيه، اتفضل. يا أهلا وسهلا ناجي بيه، أهلا وسهلا، شرفتنا والله. كلك كرم يا عم زياد. تسلم. والله وحشتني مصر. انت تشرفنا في مصر في أي وقت يا عم زياد. ناديني أبو طارق. مين طارق فضولي يا أبو طارق؟ الأول على اليمين ده صغير؟ لا، ابني الكبير البكر أول خلفتي، ربنا يفك أسره. هو معتقل؟ اي، اعتقلوه الصهاينة من 16 سنة، كان لسه ما كملش 16 سنة. مسكين حبيبي، قضى نص عمره عندي والنص الثاني بالمعتقل. ربنا يفك أسره إن شاء الله. ما هو يا ناجي بيه، عشان ناس تعيش لابد ما ناس تانية تدفع الثمن. هما اعتقلوا لي؟ كان بيجيب عنده على الدار ناس من المقاومة مطلوبين ويخبيهم، وبعدها ما رجعش. بس إن شاء الله حيرجع يا ناجي بيه. إن شاء الله حيرجع أبو طارق. وهدول حامد ونجيب وياسر الصغير، الشباب حيعجبوك يا ناجي بيه. ربنا يخليهم لك أبو طارق. الله يسلمك. يا نهار اسود، ده البيت كله سلاح. يا ابني فاكر نفسك في شرم؟ الناس دي بتضرب كل يوم، يعني لازم يكون عندهم سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انا طول عمري بسمع عن اللي بيعانيه اهل غزه من التلفزيون، لكن اول مره احس ان هم تعبانين قوي كده. شيء فظيع قوي ان الواحد يعيش طول عمره متهدد كده بالموت. ايه ده؟ ايه ده؟ موت ايه ونكد ايه؟ انتوا هتقلبوها غم، افتكروا لنا حاجه حلوه. امسك. أنا عارف الظروف هنا صعبة، وإحنا هنقعد عندك أسبوع، فلو سمحت لي يعني بعد إذنك ده مبلغ صغير كده. رجع يا أخوي، رجع مصاريك بجيبتك، يا أخوي هذه إهانة، وما كنتش حابب تكون بداية علاقتي معك زي هيك. ما فيش تكليف بينا يا أبو طارق. يا أخوي الحمد لله الخير كثير، وأنت زي أخويا والشباب زي أولادي، وما بيصيرش تقول هذا الكلام يا أخوي، ما بيصيرش، إحنا أخوة. ما هو برضو لما أنت تميل على أخوك في حاجة وهو يميل عليك في حاجة تانية، فيها إيه يعني؟ سكر على هالموضوع، الله يرضى عليك يا ناجي بيه. الشاي وين؟ الشاي وين؟ الولد اللي راح يعمل الشاي؟ الشاي يا عبد الجليل لعمك أبو طارق بسرعة. الشاي يا كبير. اهلا. ايه ده كله؟ الله يخرب بيتك، انت خلصت لهم كده الشاي والسكر بتاع البيت كله؟ والله يا دوبك يا باشا. الله، امال فين الشباب؟ طلعوا فوق. الله، طب والشاي؟ اطلع ازعجهم يا عبد.
ايه اعزائهم دي يا باشا؟ لما اطلع نهلهم من فوق. حاضر يا باشا.